عليكم ورحمته تعالى وبركاته من دانة الدنيا دبي. نجدد معكم هذه التحية وهذا اللقاء وهذا المعترك في المهرجان الغالي الذي يحمل الاسم الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلق شوط اللقاية الخاص بالقحطان، البندقية الحايرة والطايرة والثايرة والمنتظرة لواحدا من هؤلاء الأبطال القادمين في معركة اللقاية. نبدأ مع مقدمة الشوط، من يقود الصراع؟ من يقود النزاع؟ الفارس الفارس الفارس، وهذه المعارك تحتاج لمثل هذا الفارس المتقدم والمسيطر. سالم بن سعيد بن خاتم الشامسي يقدم لنا الفارس على مستوى المركز الأول. المركز الثاني الملثم، الله الله الملثم، الفارس والملثم مع مقدمة الشوط. الملثم يقدم لنا الملثم حمدان بن سعيد بن يابر، يأتي الشقي ليقدم لنا الملثم. بينما المركز الثالث لبيب، مع المركز الثالث عبد الله بن عبيد بن حميدان القادم مع لبيب، وكذلك الوصول من الذيب راشد بن سالم الزرعي القادم مع الذيب على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس دسمان القادم، دسمان ليتقدم علي بن راشد بن غدير ليقدم لنا دسمان، الاسم الكبير الاسم الخطير يقود علي بن راشد بن غدير نحو بندقية ولي عهد دبي. بينما الاسماء القادمة الأسماء الواصلة ما بعد الخمسة، ياهي من أسماء ياهي من أسماء رنان. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول اللي ما زال مسيطر حتى هذه اللحظة. الفارس 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 مع المركز الأول سالم بن سعيد الشامسي، ما زال مسيطرا ما زال متحكما بزمام الأمور، يقود اللقاية يقود هذه المعركة. الفارس والبندق بين يديه، الفارس والبندق بين يديه، ما زال مسيطر ما زال مسيطر والله. وتحرك الشامسي، تحرك الشامسي منذ هذه اللحظة. بينما المركز الثاني القادم دسمان علي بن راشد بن غدير، مرغم وهالي مرغم يطالبونك يا بن غدير يا مالك دسمان. بينما القادم ملبي ملبي وشعاره بن حماد، محمد بن علي بن حماد الشامسي يقدم لنا ملبي. المركز الرابع الوصول والانضمام، شعاره بن حماد يتحرك مع المركز الرابع مانع بن علي بن حماد الشامسي. والقادم مبشر وسعيد بن منان يقدم لنا مبشر، والشقي يأتي مرة أخرى ليقدم لنا والم. حمدان بن سعيد بن يابر يقدم والم صاحب البندقية في العام الماضي، ولكن يا اخوان الكيل لا
الأخير. مرحبا بالصحبي وشعار، مرحبا يا بن مرخان، ومرحبا بمن قدم. بن سالمين، بن سالمين المنصوري يقدم لنا العابر حمد بن سعيد السالمين. والم يا الشقي والم، للمهمات الصعبة والم، للرموز والم، للبنادق والم. بن سالمين خطف الرمز في يوم الأمس وعاد من جديد. لن تم سالمين ولا غان مين من بن سالمين. خذ الرمز في اليسار ويبي البندق باليمين. العابر وحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري. السلام وين؟ السلام وين؟ المنصوري ينتصر والشقي مع والم، الشقي مع والم. أهالي العين، أهالي العين، ولا ند الشبه، ولا ند الشبه. زعبيل ولا الروضة، زعبيل ولا الروضة. بن سالمين، بن سالمين، يا عساك سالم، يا حمد يا بن سالمين، يا عساك سالم، يا هزاع يا بن سالمين. الله يا منصور يا بن سالمين، وسلامي للوالد سعيد بن محمد بن سالمين. خذ الرمز في اليسار وخذ الرمز اليوم في اليمين. وهذا بن سالمين، بن سالمين، تهانينا على هذا الانتصار. عبر العابر بانتصاره الكبير والم مع المركز الثاني حمدان بن سعيد بن يابر المركز الثالث. شعار بن حماد مع الحذر مانع بن علي بن حماد الشامسي أتى مع المركز الثالث والمركز الرابع. كان الوصول من ملبي محمد بن علي بن حماد الشامسي وخامس المراكز. شعار بن غدير علي بن راشد بن غدير مع المركز الخامس مع دسمان. هكذا بن سالمين وانتصاراته ورجاله وبطولاته والتوقيت الزمني لحظة وصول صاحب المركز الأول. هذا العابر، هذا العابر لم يأتي من فراغ. بن سالمين أتى لتحطيم الأرقام. تهانينا لمالك العابر حمد بن سعيد السلمين المنصوري. والتوقيت 7 دقائق و16 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. يفرحون بنواميسك عزيزين الجناب يا بن سالمين. المركز الثاني 7 دقائق و17 ثانية وجزئين من الثانية. والي مشقي حمدان بن سعيد بن يابر. المركز الثالث الحذر لمانع بن علي بن حماد الشامسي بقيادة علي بن سعيد الزرعي، من خطف الكأس الأول ب7 دقائق 20 وجزئين من الثانية. الكلمة للزميل سالم بن حضير من اكتبي بعد الشكر لعبد الرحمن أحمد أمين وكافة الزملاء. We'll be right back.